طيبة لكل أحبتنا المشاهدين من شاشة بيوت العراقيين والتي تسر الناظرين شاشة قناة سامراء الفضائية. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام من داخل الوطن وخارجه في برنامجكم الأسبوعي خيمة وقصيم، مثل ما نوهنا بالأسبوع السابق حول الانطلاقة الجديدة لبرنامج خيمة وقصيد بالوصول إلى أغلب وإن شاء الله كل محافظاتنا العراقية، إن الله أنطانا بالعمر بقية إن شاء الله، في سبيل نسهل الأمر لكل شعرائنا في عموم محافظاتنا ليتعذر وصولهم إلى مقر خيمة وقصيد، فإحنا راح نكون المبادرين بالوصول إلى أماكنهم. فحطت رحال شاشة قناة سامراء الفضائية وبرنامج خيمة وقصيد في محافظتنا العزيزة محافظة كركوك، وثاني حلقة بهذه الجولة من محافظة كركوك. يسرني أن نستضيف موهوبين بمجالهم الفني والشعري، كل من الشاعر والأخ العزيز أمير العبيدي والفنان حسن زنقن. إن شاء الله من خلالهم راح نستمع ونستمتع بأبياتهم الشعرية من خلال الشاعر أمير العبيدي ومن خلال الخامة الجميلة للفنان حسن زنقن. بالبداية حياكم الله ويا مرحبا بكم ضيوفي الأعزاء. يا هلا مرحبا يا شهير، هلا بك. حيا الله شاعرنا أمير العبيدي. حيا نباك، يا هلا وسهلا بكم بين أهلكم وناسكم. الله محييك أستاذ محمود، حياك الله وبياك قناة سامراء الكادرها، وأهلا مرحبا بكم مرة ثانية بين أهلكم والنعم. والله عز الله عز الله، نورتونا وكل الهلا بك. الله يحفظك شاعرنا العزيز، إن شاء الله من خلالك اليوم راح نستمتع بأبيات القصيد وبنام لك الذهبية بكتابة هذه القصائد الجميلة راح نسمعها إن شاء الله. حياك الله فناننا العزيز حسن زنقن. الله يخليك. يا مرحبا بك ضيفنا العزيز. الله يخليك، الله يسلمك. طبعا أنا جدا بداخلي أحس أنه شعور فرح واعتزاز بتواجدك، كونك من أهلنا وأعزازنا ومقامهم على الرأس طائفة الكرد. الله يخليك. فمقامكم على الرأس وهذا اعتزاز لنا حقيقة أن تكون من هذه الفئة اللي هم مكملين لطيف الوطن. نعم. فتحياتنا لكل أهلنا الكراد. تحياتي لكم. والنعم والنعم، وكل أهلنا تركمان المسيح الصابئة سنة شيعة، كلتنا أهل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظك. الله يخليك. وما شاء الله أنا حسب ما عرفت أنه أنت تمتهن الغناء باللون الكردي واللون العربي. نعم. فما شاء الله إن شاء الله اليوم من خلالك راح نستمع ونستمتع أيضا بهذه اللونين. أما قبل أن نعود لأمير العبيدي. أبشر. الشاعر أمير العبيدي. يا أهلا وسهلا. من أمتى كانت بداياتك؟ والله بدايات، تعرف كل شاعر ممكن تكون بداياته مو بدايات علنية. نعم. تكون بداياته بين نفسه محاولات. نعم. يكتب ويضم قد ما تظهر للإعلام. نعم. والله بدايات تقدر تقول من 2009-2010، هذه اللي بينك وبين نفسك. بيني وبين نفسي، واللي ممكن قدرت انه اكتشف انه عندي هاي الموهبة. شلون اكتشفت هذه الموهبة بيك؟ والله من خلال انه الشعر فطرة. الفطرة. اي والله الشعر فطرة، ممكن انك ما ممكن تصطنع هذا الشعر. نعم. تقول. فيعني قدرت اشوف نفسي انه انا اقدر اكتب شعر واقدر يعني يمكن احاول. حاولت اكثر من مره والحمد لله والشكر. الحمد لله. وبعدها ممكن قدرت انه اسمع الاصدقاء والمحبين والاخوان اللي موجودين. شجعوك؟ نعم شجعوني. ولكن استاذ محمود لكل انسان ظروف. نعم اكيد. ممكن انه ظروفك تساعدك انه تكون انت ظاهر امام الناس وامام العنان، وممكن تكون ظروفك ما تساعدك بهذا الشيء. نعم. ممكن تركنا فتره بسبب الظروف وسبب هذا الوضع اللي صار. نعم. والحمد لله والشكر بزود الاخوان وزود الربع اللي موجودين هنايا وما عليهم زود. والنعم والله من الجميع. وما نستثني واحد من عندهم الحمد لله، يعني بعد محاولات قدرنا نرجع للشعر وللكتابه، وممكن دخلنا الوسط، وهاي ان شاء الله تكون بدايه خير. ان شاء الله بدايه خير يا رب، ونتمنى لك الموفقيه والنجاح الدائم. دائما الشاعر ما يمتهن في كتاباته الحس الوطني. نعم. النبرة الوطنية لها نكهة خاصة، وخاصة أكيد. في مجتمعنا العراقي بحكم أنه عندنا ظروف صعبة، بحكم أن العراق عاش حروب ومآسي وظروف قاهرة. فشو تقول للعراق؟ هو العراق والوطن له الحصة كبيرة. اي أيوة والله اكيد. وكل شاعر. اي نعم. كل شاعر للوطن مكان بقلبه. واحنا كاتبين للعراق كثير. كاتبين اكثر من قصيده، ان شاء الله نوفي ان يكون احنا شعراء للوطن وابناء هذا الوطن ان شاء الله. وكاتب للعراق ان شاء الله وابناء برره ان شاء الله. اي أيوة والله. وكاتب اقول انا ابن العراق وابن هاي القاع. اي انا ابن العراق وابن هاي القاع، ابن كركوك حيل الخوه رايدها. اي أيوة والله.
أنا ابن العراق وابن هاي القاع ابن كركوك حيل الخوة رايدها تركمان وعرب وكراد ويكلدان مسيح وصابي وكل شخص قاصدها يقول جبناها بتعب رادونا متطشرين اي والله جبناها بتعب رادونا متطشرين صمدنا سيوف بترب وجه عاذلها ربينا من الزغر خوان واهل بيوت اي والله نشهد ربينا من الزغر خوان واهل بيوت اطب بيت جار الخبز صاينها يجمعنا العراق البير كان الكون يجمعنا العراق البير كان الكون أئمة وأنبياء وسادة من جدها أي والله تغير بالنفوس بوقت جانا الروج أي نعم بعض عند الأشخاص المان عدلها الما شافت وشافت والوقت دوار شيخ على الشيوخ كان يخدمها لكن ربك ألطف والأيام شهود رد العز لهن وطاح لها رد العز لهن وصاح لها وإن شاء الله دوم العز لكل هن العراقيين بارك الله فيك صح الله لسانك شاعرنا أمير العبيدي صح تعيش وتسلم نعاود التحايا لأخونا الفنان حسن زنقن حياك الله مرة ثانية ضيفنا العزيز وأيضا نجد التحايا لأهلنا الكراد احنا كعرب دائما نشوف حتى في مناسباتنا حسن اللون الكردي شغلوه بالافراح نعم. نحس انه يعني بغض النظر انه نفهم المعنى او ما نفهم المعنى بحكم اللهجه طبعا ولكن نحس انه بنوع من اللذه نوع من التقبل بالذات نوع من اجواء الفرح فحقيقه نحب اللون الكردي فيا حبذا لو تبدين الطور الغنائي بالكردي او دراني كرويدا عزيزنا وين منا ملي بي وفا يا زمانا دنيا بي وفانيا انا وما قربها انا اويرو الى ختاي خمانا او دراني كرويدا عزيزنا وين منا ملي بي وفا يا زمانا دنيا بي وفانيا انا وما قربها انا اويرو الى ختاي خمانا بيزربوم 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 لاشقي خمولتو الله طبعا حقيقه نحس انه كان هنالك نوع من الشجن الحزين بيها احساس بيها احساس جدا جميل ترجم لنا المعنى شو يقول ها يعني يقول الدنيا ما بيها شيء بس الخطا من عندنا احنا احنا الماوفين ويا الزمن اي والله هو كان بيها شجن ونوع من الحزن يقول الخطا من عندي يجي من عندك ما شاء الله ما شاء الله هذا بالكردي وما شاء الله عليك مثل ما قال اخونا امير كان هنالك شجن بنبرة والعرب اللي خرجت بهذه الاغنيه العربي شو نقول بالعربي؟ أغنية تراث تراث كلش يعني هاي الأغنية أحس بيها نبرة صوتي أنت تغني العربي تراث دائما؟ مو شرط مو شرط اي لا الهيوة عندي الأغنية الحديثة هم تغنيها هم أغنيها بس التراث أحلى اي التراث كلمات قبل اي والله موجعة اي والله كلش اي القريبة منك القريبة من عندي لأن أنا أسهم عندي شيب اي ف إن شاء الله شباب متجدد يا رب الله يخليك الله يسلمك صحة وعافية حسن يقول عيرتني بالشيب وهو وقار عيرتني بالشيب وهو وقار الله ليتها ليتها عيرت بما هو عار الله 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 إن تكن شابة الذوائب مني إن تكن شابة الذوائب مني فالليالي فالليالي تزين والأقمار اي والله اي والله اي والله دموع بيوم
دموع بيوم فقد الولف ليلة 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 دموع بيوم فقد الولف ليلة وردت عيني يمرها النوم ليلة اي والله وردت عيني يمرها النوم ليلة تعيرني عجب بالشيب ليلة اي والله تعيرني تعيرني عجب بالشيب ليلة واخير اثنين نشيب السوية الله 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 عليك ان شاء الله بعد عمر الطويل والله يبعد عنك الشيب والهام والغام موافق ان شاء الله اخونا العزيز الفنان حسن زنقنا بارك الله بيك نعود للشاعر امير العبيدي عليك زود الله يحفظك الله تعيش قبل شوية سمعنا منك عن الوطن ويستاهل الوطن والله يبشر الوطن مثل ما قلنا ان العراق مر بأزمات وخلينا نتكلم بالوقت الحاضر بعيدا عن الماضي الله يساعد العراق اي والله الله يساعد وهذا ظرف كورونا اللي فتك بالعالم والله, والله بالناس الابرياء الفقراء واذى هواش راحن المجتمع اكيد فاكيد يعني الشاعر هو لسان حال القوم أكيد. فما كانت لك توجهات بهذا الموضوع؟ والله عندنا نعم أكيد عندنا توجهات أي نعم ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه تزيل هاي الغمة آمين يا رب عن والله عن تعبتنا الدنيا كلها. والله تعبتنا والله والناس اللي فقراء والناس اللي وكتبت قلت حضر التجوال قالوا الوضع مو خوش أي حضر التجوال قالوا الوضع مو خوش جتنا كورونا طبت وسط البلاد إجانا الشان عايز بينا من خوف اش تحط لها وتطيب وهالجرح زاد تعبانين جبناها من الثمانينات ايه تعبانين جبناها من الثمانينات نقص بينا الفرح بس الحزن زاد شو مسوين كمية التعب هذا شو مسوين كمية التعب هذا خذت منا شباب ورود بجداد شو مسوين كمية التعب هذا خذت منا شباب ورود بجداد انزرع بينا انزرع بينا الرعب وكلمة نخاف نموت انزرع بينا الرعب وكلمة نخاف نموت العليهم صرخ جرح وصاح بس عاد اي وربي رب الطف بحال الناس تعبت حيل رب الطف بحال الناس تعبت حيل اشو هالدنيا حسها الضيج بهموم بالمكتوب لازم عينك تشوف وترضى بقسمتك وتكون ممنون اوقف على جروحك صيحنا هنا اوقف على جروحك صيحنا هنا ما يهمني اللي يصير وما ارد مهزوم حافظ على روحك تدرع ده اعزاز باشر تنجرح وتظل تشم بهدوم راح اختم كلامي بشعر ما مطروق ابو ذي كتبتها وبجرح ملشوم اريد اقصد الغالي بي كورونا وعليك القلب صاير بي كورونا يقول اذا قالوا الغالي بي كورونا بي كورونا شبقه وخل تصير كورونا بيه الله الله شبقه وخل تصير كورونا بيه الله يبعد عنك الوباء والبلاء وعن كل المسلمين ان شاء الله وعن كل انسان من وجه الارض وان شاء الله يا رب شده وتزول صح الله لسانك تعيش وتسلم ننتقل لاخونا الفنان حسن زنقنا كان لك لحظات جميله وانت تغني اللون الكردي واللون العربي بدي أسألك عن بداياتك بأي سنة كانت؟ من سنة 2008 ما شاء الله الحمد لله شكرا يعني ما يقارب 12 سنة تقريبا تقريبا ما شاء الله ما شاء الله من 2008 بديت كالمسرح بديت على المسرح مسرح. الكردي ولا العربي بديت؟ اثنيناتن ما شاء الله شنو اللي شجعك على العربي؟ العربي ما تحس بيه صعوبة يعني؟ لا بالعكس يعني حتى لهجتك ما شاء الله أشوف بها قوية نبرة عربية حيل حلوة مو والدتي عربية ما شاء الله تبارك الرحمن اي كركوك يصير له نبرة اي نعم اي فبديتها من 2008 عن طريق اول شيء اوجه شكري الى استاذ علاء محسن الربيع واستاذ احمد إلا. الكريم واستاذ علي العبيدي نعم اي بارك هم ربوني على المسرح والغناء وفهموني الغناء شلون اغنيها ويا نعم. طبقة واشكر يعني هذا في اصل رب العالمين اول شيء اي نعم ودعموني اهلي أها. ابويا وامي وعندي ام ثانيه اعتبرها هي امي ما شاء الله عايشه بتركيا ما شاء الله اكثر من ام ساندوك العائله ساندوني اي ما شاء الله يعني هوايه أي. من امي من ابويا من ام الثانيه اي كنت تسمع لوالدك اي كنت اسمع لوالدي خاصه باللون العربي العربي يقول العربي لوق لك لا تغني كردي حلو غني باللون العربي صوتك
كلش حزين بينا عربي. نعم صحيح يعني والله عرب. فحبيت اللغة العربية فغنيت ما شاء الله 2008 ولحد هاي اللحظة 2020. نعم إلك جمهور، تقيم حفلات؟ عندي جمهور، عندي قناة على اليوتيوب ما شاء الله، وسويت مسرحية ضمن 18 محافظة أخذت الأول بها في كربلاء. هاي المسرحية شنو بها؟ غناء ومسرح. غناء ومسرح إيه. ما غناء شاء ومسرح. الله حلو. المسرح الوطني أيضا همية مثلت ويا نعام الربيعي ما شاء الله، ويا علي الخالدي همين الحمد لله والشكر ما شاء الله، ومثلت هنا في محافظة كركوك أيضا. بارك الله بيك ما شاء الله، إن شاء الله موفق إن شاء الله. الله يخليك الله يسلمك، ونشوفك بأعلى المستويات تستاهل، وحقيقة عندك موهبة والله. الله يخليك الله يسلمك. وعندنا فضول أنا والسادة المشاهدين أكيد، وحتى جوز أمير عنده فضول أنه يسمع من عندك بعد من الأغاني الجميلة اللي تختار لنا إياها. عندي موال للفنان فهد نوري. فهد نوري تحياتنا إلى أكيد فنان العربي العراقي. يما يما يا يما يا يما يا حبيبة يا يما يما عليك الله لا تموت وتقطع عني الصوت، يما ترى من تروح مني يما يما ما ينحمل وني وبصرخ مني وبصرخ مني خلي القلب تابوت بويا، يما حطيت حملي وقلقلت يما ما ظل واحد ماما ما نخيت الله يما، وحتى عليه نعتب انا نخيت شلون بيه يما، شفت الهوى يما شفت الهوى حرك الباب حسبالي يا يما جيت احبابي، يما ثار الهوى يما ثار الهوى والباب كذاب يما طشش عوطن طشش انا ابويا ابوي، يلومني البطران بيوم دري يما، الناس تتقدم وانا ارجع لي ورا الله، أركض وتعبان من كل السنين صرت مثل البدة ضايع بالسراب، وين ما ذبها قسمت محير، لاني مرتاح بهواي ولا نايم عثر، وانا شاب لاني على الدرج نازل وانا شاب، ورحت للنار اطفيه وانا شاب اقول النوايب اصمل خايب معلوم كل احباب قلبي بهيبه وتذبل ماي مني يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي الله 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 صح الله لسانك وسلمة هذه العرب الجميلة والحنجرة الجميلة ما شاء الله والله ولا عبالك الله وكيلك اللهجة الجنوبية جدها حتى أكثر مني وأنا عربي الحمد لله والشكر ما شاء الله عليك حسن. ما فكرت أنه تقدم على مسابقات بالصوت هذه لا سيما بهذه الأيام أو هذا الزمن تحديدا سهلت الأمور للفنان صحيح مثلا ذا فويس عرب ايدل عرب جوت تالنت صحيح اكو هسه كل فنان مني ما يحكيها شنو بداياته شلون عانى نعم انا لا احكيها اي نعم ما عندنا دعم المادي الدعم المادي تفتقر اي جهه اروح لها يعني اي يرد دعم مادي وهذا دعم ما موجود اصلا بيه. صح فلذلك بقيت يعني احنا نتذكر فنانتنا العراقية الكردية برواز حسين هذه عندما غنت بالعربي قالوا لها لا راغب علامة قالها غني لي بالكردي عندما نعم. غنت بالكردي اقبلوها على الكردي مو على العربي مو على العربي تمام. وراغب علامة قال لها انا احب اللون الكردي بدون ما اعرف معناه فحقيقة إنه هذا اللون الكردي اللي ما نشوفه يجوز بأغلب الدول العربية ما نلقى هذا اللون صحيح فهذه ميزة موجودة بأرضنا العراقية وعند شعبنا العراقي الواحد
فنتمنى لك الموفقية إن شاء الله ومن أعلى لأعلى تعيش وتسلم. نعود لابن عبويد مالك زود والنعم من نمير العبويدي سمعتنا للوطن وسمعتنا الكورونا وهسه ايش راح اسمع للمشاهدين؟ سمعك نسمع غزل اي ضروري عاد الغزل اي والله مطلوب لازم انا معوز غزل اكيد اكيد اي والله شو يقول لنا الغزل يا امير تبشر والله تبشر يقول مريت من بابك وحس روح انتهيت انت عزب ولا متزوج؟ انا متزوج متزوج كمل لي سرسل مريت من بابك وحس روح انتهيت شفت مدرب حوشكم يمكن ضوء صحة وعافية اي واني ما شايف قمر ينزل النهار مدري ذاك اليوم احس نزل سوى الله الاكبر والشعر شن ليل نازل علمتون اها ويا بخت غرتيل تشبيهن التوى يقول ويا طرت الفجر لو جاب الهوى اها يقول والشعر شن ليل نازل علمتون يا بخت غرتيل تشبيه التوى يقول والشعر شليل نازل علمتون ويا بخت غرتية تلتبيه التوى والشردة والصفيج يا بنت الحلال شردة والصفيج يا بنت الحلال نار حسنك بيها دلال انشوى يقول يا كبر بختي إذا ولفك أصير شيخ على العشاق أصير بمستوى وأنا إذا أمرض وطيحا بالفراش ما أريد علاج نظراتك دوى اي والله أنت أمك بيج متنسية بغزال ما أظلنك نسل آدم لو حوى الله ما أظلنك نسل آدم لو حوى الله 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 صح الله لسانه صح الله ابنك مالك زود صح الله المبدع أمير مالك زود شنو رأيك بألوان الغربية؟ والله هو هذا لوننا لوننا تكتب ألوان الغربية؟ أكيد نكتب احنا نكتب الزهيري ونكتب الأبوذية احنا كشعراء كركوك شعراء غربية اي احنا ما ننحصر بلون واحد نعم اغلب الشعراء اللي موجودين بالغربيه وبالمحافظات الشماليه تلقاهم يكتبون اللون الجنوب اللي هو ابوذيه والدارمي وتلقاهم يكتبون الزهير والقصيده ايه. فاحنا متنوعين الالوان بس لازم تكتب لبيتك حتى تكون هويه الك اكيد يعني مثلا الزهيري مالتنا اكيد الزهيري العتابه مالتنا اكيد احنا كاتبين العتابه وكاتبين الزهيري وتريد اقرا لك زهيري اي والله نسمع زهيري نسمع زهيري غزل شيء اللي يطلع منك يا حلال ايه ما دام احنا بجوا غزل ايه جبتها على الغزل نستمر ايه بالغزل يقول ملاح طولك علي وقت الغروب وعبر ايه ملاح طولك علي وقت الغروب وعبر وقت الغروب وعبر ستة من الضوع شالب شليل وعبر ايه حسنك يبد للخلق منها الحكم والعبر والشاف عينك ابد ما عاد بيزله الله الله حافي بدروبك يظل ما يزله زله ابد يقول انا ما تخفى عين بتوال الليل اي لو زله تنطرب له فوحز شوقك علي لو عبر الله الله تنطرب له فوحز شوقك علي لو عبر الله عليك الله عليك تعيش تعيش صح الله لسانه الله يبقى مستمر وياك ان شاء الله شاعرنا المبدع بس خلينا نعود مره ثانيه اشتاقين الصوت حسن الله يخليك الله يحفظك شاعر فناننا العزيز حسن ودي اسالك الالوان الغنائيه بما أنه أنت ما شاء الله لك باع طويل عندما قلت بالمسرح والغناء اللي تشوفه أقرب إليك الألوان الغنائية العربية أو الكردية بشكل عام أو المسرح وين لقيت نفسك بالذات؟ الصراحة أنه والله لقيت نفسي بالعربي والمسرح بالعربي الغناء والمسرح بالمسرح. أها أي. المسرح شنو يعني تمثل؟ كوميدي كوميدي؟ نعم حلو والجمهور يعني يتفاعل وياك بهذا الاتجاه الحمد لله والشكر ما شاء الله الحمد لله والشكر طيب احنا ممكن انه يعني نشاهدها على مواقع التواصل شيء موجود موجوده باليوتيوب حسن زنقنوي وعندي مسرحياتي اللي قلت لك بكربلاء المقدسه والنجف الاشرف وبغداد ما شاء الله ما شاء الله بكر. طيب هذا المشهد الكوميدي شنو كتابتك يجيك جاهز وتمثله المخرج علاء محسن الربيعي اي يكتبون النصوص نعم وانت تمثل على نهج النصوص اللي مكتوب لك اها طيب راح نستمر بهذا الحديث ان شاء الله ان شاء الله بس سمعنا شيء قبل الفاصل سمعناك اغنيه اي للفنان القيصر المبدع كاظم الساهر كاظم الساهر نعم الله يقول البارحه بالحلم البارحة بالحلم محبوبي بحضاني
بوسني من وجنتي وطفالي نيران البارحة. قلت له حبيب اقترب، قلت له حبيب اقترب، عوض لي حرماني، هل تقبل مروتك تتركني وحداني؟ أموت 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 حسرة وقهر لو لحظة إنساني، أقبل أعيش بسجن لو أنت سجاني. الله 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 الله، صح لسانك، صحة وسلامة إن شاء الله يا مبدع، بارك الله بيك، وراح نبقى مستمرين وياكم إن شاء الله. بس خلينا نروح لهذا الفاصل ونعود مره ثانيه مشاهدينا الكرام، خليكم ويانا. يا هين يا هين يا ثانية مشاهدينا الكرام بهذه الأمسية والجلسة المباركة برفقة ضيوفي الشاعر أمير العبيدي والفنان حسن زنقنة. حقيقة والله أنا ودي أطالب نيابة عن ضيوفي الأعزاء أنه عندما زرت محافظة كركوك وهذه بالجولة الثانية على التوالي من جولات خيمة وقصيد في محافظة كركوك، شفنا الإبداع ما شاء الله متواصل ولا ينتهي، وشفنا ما شاء الله مواهب جميلة شعرية، وشفنا مواهب غنائية مثل صوت الفنان أخونا حسن زنقنة. فيعني نأسف أنه عندما نسأل ضيوفنا يقولون والله ماكو دعم مادي، ماكو احتضان لهذه المواهب. العراق بلد ولاد للثقافات، العراق بلد ما ممكن أن تنتهي به المواهب الفنية، فقط يحتاج الصقل، فقط يحتاج الدعم حتى نشوف هذه المواهب بأبهى وأجمل صورة وتكرس هذه الموهبة كما ينبغي للمتلقي. فنعود مرة ثانية لضيوفي الأعزاء، وهذه المرة مع الشاعر أمير العبيدي. حياك الله مرة ثانية شاعرنا العزيز. الله يحفظك شاعرنا الغالي. لكل شاعر في حياته الشعرية قصة كتبت على إثرها أبيات، أكيد. فهل هذا الشيء ينطبق على أمير العبيدي ولا لا؟ ينطبق بس قصص مو قصة. أها، إحنا القصة مؤثرة بيك أكيد. من الصعب أنك تنصدم بربوعك وخيوتك اللي صاحب صعب الجرح منه. إيه هو إيه نعم.
صاحب مثل محبس. اي والله كل ما يعتق غالي يصير. الله الله الله. اي فمن تنغش بربعك وبخوتك. اي نعم. وتشوف صحبتهم على اساس الماده وعلى اساس المصالح للاسف، وهذا هذه هنا شيء واقعي طبعا اكيد، وهذا شيء متوارد موجود وتنصدم. نعم للاسف انا مريت بهاي التجربه ببعض. والله ما تستاهل. والحمد لله انا ربعي كثيرين وما عليكم. خلينا نقول قله قليله وهذا قله قليله وهذا ان شاء الله ما يضر، لان اصابع ايدك مو سوى اكيد، والحياه تجارب. اي والله الحياه تجارب ولازم نمر بهاي التجارب. اي نعم. وكتبت قصيدة على أحد الأصدقاء اللي أنا انصدمت به صراحة. أي كنت باني عليها أمال ويا للأسف طلعت أمالنا على صدمك بموقف. صدمني بموقف أنه الموقف كان صعب وأكبر من عند الموقف. وترجمت هذه الصدمة بكتابة أكيد البيان. أنا ما حكيت ولا قلت قدرت أكتب يعني أنه على الورق. على الورق. أي فأني ما أردت حتى بكتابتي للشعر ما أردت أغصده. أي نعم. ولا كتبت مفرد، كتبت جمع. جمع. أي وقلت أعرفهم شلع ربع اللي بيهم زود. أي. أعرفهم شلع ربع اللي بيهم زود والما بيهم أنا أعرفهم شوية. الرفجة مواقف والأفعال تقول الصاحب من يطيح تصير تتشية. أي. الما يوقف لأخوه بوقت مر الضيج. خلل عنده بصحبته 100% 100% ربع الخوش شانه وهالسبد مو خوش. ربع الخوش شانه وهالسبد مو خوش تناسوا والوقت دارت لياليه. اي نعم. لا ظلت محنه ولا مواصل ذاك بس سوالف اتذكرها نشبيه. ايه. يقول لا ظلت محنه ولا مواصل ذاك بس سوالف اتذكرها نشبيه اتذكر ليالي الدبس كان هواي الفلوس. اي نعم. اتذكر ليالي الدبس شان هواي الخاين شنت ميمر نطاريه دارت دنيته وقل الدبس برهاي اشوف انهم انطاف الربع يوميه. كون تغيس ربعك قبل لا تختار. اي والله كون تغيس ربعك قبل لا تختار تشوف اجضام قلبش عنده من نيه. هسه تبينت كل من دغش وياي مغثر بيعتي لو سولف البيه. الله. مغثر بيعتي لو سولف البيه. يقول الصاحب مثل البرنو. ايه. بيت تباها بوقت الضيج. الصاحب مثل البرنو بيت تباها بوقت الضيج. اي والله والبركه باصدقاء وما عليكم زود وما عليهم زود والله. وان خليت لقلبت. قلبت. نعم نعم. مو صحيح. الحمد لله الحمد لله. والبركه بيك ان شاء الله. الدنيا بخير وما عليكم زود انت والله. بارك الله بيك ابيات جميله وقصه اجمل من شاعرنا أمير العبيدي. بارك الله بيك. الفنان حسن زنقنة خلف الكواليس صدمتني حقيقة أنه تجيد الغناء المسيحي بأغنية موسيقية. أنا أول مرة أعرف أنه أخواننا المسيحيين بالعراق عندهم أغنية. أكيد الله عندهم أغنية الحمد لله. أنا ما أعرف اللهجة ما أعرف يسموها هي لغة ولا لهجة المسيحية. هي أكو آثوري وسرياني. وسرياني كدا. اها هذه تختلف وحده عن وحده. واشوري اكو ايضا. واشوري. نعم. هسه انت اللي راحت اللي غنيت لي اخر الكواليس هاي لمن تابعه؟ هاي تابعه الفنان والله ما اذكر اسمه بس غناها الفنان المبدع نصرة البدر تحياتي له. اها. تقول كبن 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 ناغ ساعة ولبيت شوق الناغ كبن 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 ناغ ساعة ولبيت شوق الناغ من نغمة ما رح قيلي هم صلي ومعلقيلي من نغمة ما رح قيلي هم صلي ومعلقيلي قد أبشن كبن ناغ كبن 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 ناغ. الله. طيب شنو معناها هذه؟ هاي دي يحكي ويا حبيبته. اي دي يقول هاني كبن 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 ناغ هاني احبك هوايه. أه. ساعه ولبت شوق الناغ. اي كل ساعه انا اشتاق لك. حلو. من نغمه ما رح قيلي هم صلي ومعلقيلي. اي يعني لو يصلبوني انا احضر احبك للموت. حلو حلو ما شاء الله ما شاء الله. طيب انت اللون هذا المسيحي يعني لو تكلموا امامك انت راح تفهمها؟ افتهم. لا فقط الاغنيه انت مترجمها؟ لا لا انا اجيد اللغه المسيحيه. اها ما شاء الله. معاشر هنا بكركوك ما شاء الله في منطقه الماز تبه. اها تحياتنا اكيد لهم اخواننا المسيحيين ابناء هذا الوطن طبعاً اكيد شهيد. واهلنا الكرام. فنعود للعربي اللون المميز عندك بهذه العرب الجميله. عندي موال الفنان قيس هشام. قيس هشام هذه الأغاني الحديثة. أي أي
نقول وانت يمي وانت يمي وانت يمي وانت يمي دموع لبعيني انتهت وانت يمي روح لبعيني بعيني انتهت كان قلتي لابتعد كان قلتي لابتعد وبلا يحس حتى بطل حتى بطل ما باع الشمس كان قلتي لابتعد وبلا يحس حتى بطل ما باع الشمس كان قلتي لي بعد لا تمر علينا كان قلتي لي خلاص خلاص احنا انتينا حتى كسر جدامي واقعد ما اجيكم حتى تشوي القلب حتى تشوي القلب خاف يحن عليكم حتى كسر جدامي حتى كسر جدامي واقعد ما اجيكم حتى تشوي القلب خاف يحن عليكم ليش مثل النار وجينا وطفينا كان قلتي لي كان قلتي لي بعد لا تمر علينا كان قلتي لي خلاص 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 احنا انتهينا. الله 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 يا عسى ما ينتهي ابداعك ان شاء الله اخونا وحبيبنا حسن زنقنا على هذه العرب والصوت الجميل. اتمنى لك الموفقيه ان شاء الله بارك الله بيك تعيش وتسلم يا العبيد حياك الله مره ثانيه. سمعنا منك الزهيري بالغزل توي وقد عندنا العتابة البوذية. تبشر تبشر اي والله ويسألون المشاهدين يحبون هذا اللون. تبشر والله والله تعيش من العتابة. اي العتابة يقول هل بسوح الكرم ما حد لحقهم ونعم هل بسوح الكرم ما حد لحقهم ولا ناموا فرد مرة على حقهم. اي يقول هل اللي يتعب اذا واحد لحقهم هل رباط المضايف والدلال. اي والله ويبوب الدار ما مر الهوا بيج بريح الغرب لون السم هوا بيج يحيف العز من عالي هو بيج وخلى نذول تفتح الابواب واسفه والله. ويبوب الدار ما بانوا غواليج بجورس جون هناموا غواليج هل يعود للديره ويقوي لج وتهب رياح من بعد الاتراب. اي والله وتهب رياح من بعد الاتراب من بعد الاتراب. الله 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 الله, الله 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 ان شاء الله تعود الديار سالمه غانمه لكل رب العالمين زول الغمة عن بلدنا وان شاء الله. امين يا رب العالمين. شوف هو العراقي على مر التاريخ ما اسلم من الحروب والمآسي. اي والله من الله سبحانه وتعالى خلق هذا البلد لغايه هذا مع الاسف والله. ما نقرا بالتاريخ ما نشوف شيء مفرح. العراق الجميل فقط اللي يفرحنا الصبر العراقي والحمد لله على الغيره العراقيه التكاتف العراقي الحمد لله على هني. يعني الحمد لله عندما ابسط دليل عندما نشوف اهلنا في محافظه كركوك واللي نعتبرها عراق مصغر حقيقه بوابه الفخر العراقي انه ما شاء الله نشوف المسيح والاكراد والتركمان العرب السنه الشيعه يعني كل هذه الاطياف العراقيه تحت سماء محافظه كركوك في خيمه العراق الواحد هذا دليل على تكاتف العراقيين. فان شاء الله بهذا التكاتف وبهذه الألفة راح تزور كورونا مثل ما زال داعش ان شاء الله. ان شاء الله يا غمو زون ان شاء الله نرجع ان شاء الله صار لنا سوالف وقعد على كورونا نرجع نرجع احسن من قبل احنا ما يهمنا هذا الشيء ان شاء الله. بس الاهم من هذا كله احنا من عد ما نقعد هذه القعده دائما ما نحس على الالتزام بتعليمات خلية الأزمة بحظر التجوال تحديدا وعدم الاختلاط بكثافة سكانية في مكان ضيق لأن شاهدنا وأكيد أنتوا يعني ضيوف الأعزاء شاهدتوا هذه الأعداد المهولة ما بين 1800 1700 1600 يعني عدد كبير جدا حقيقة ما نتمنى كل أهل أستاذ محمود احنا شو نقول احنا نقول التزموا. اي والله ترى ما عندنا قلوبنا فقد غوالي. اي والله والله قلوبنا خاصة والله ما ظل بينا حيل والله ما ظل بينا حيل. الله يحفظ كل انسان ان شاء الله ان شاء الله وكل هذا الامه ان شاء الله يرجع العراق ومن قبل ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب العالمين. قالوها قالوها العراق رمح الله
نعم. وجمجمة العرب. نعم. فقال اطمئن فان رمح الله لا ينكسر. نعم ان شاء الله. فان شاء الله يعود العراق بخير وعزة وكرامة مثل ما كان. اخونا حسن زنقنة. هذه الالوان الغنائية اللي غنيتها ما شاء الله ما بين التراث وصولا الى اغاني كاظم الساهر، فهد نوري، قيس هشام. يعني فكان لك خليط ما بين الفلكلور والتراث وصولا الى الاغاني الحديثة. شنو الاسباب اللي تشوف هالفرق ما بين الاغنية الحديثة والاغنية التراثية وانت غنيتها اثنينها وياهي الكفة الارجح؟ والله انا اشوف الاغنية التراثية حلوة، يعني مثلا السبعينية ما اريد اروح للزمن الابعد منه. اي الحقبة السبعينية. نعم يعني اشوف يعني اي فنان اول ما يبدي يغني التراث، يغني تراث عمود يبين طبقة صوتك. اي شنو صوتك اللي يرهم عليه؟ اها يعني ثاني صوته يرهم عليه القرار وليس الجواب. حلو. الجواب اللي هو ترفع بصوتك. اي نعم. القرار لا يكون على مستوى هادئ. القرار اجيده يعني كلش اجيده زين يعني بهذا القرار. ليش؟ عن طريق ممكن. عن طريق الاغاني التراثيه. عن طريق نعم. التراثيه. نعم. أها. يعني مثل هسه عندك هسه ناظم الغزالي. اي حسين نعمه. نعم. زين عندك الكاظم، كاظم السار اغاني قديمه ايضا. نعم. يعني تشوف تحس من تغنيها تحسها صعبه. صح. مو كل واحد يجيدها. طبعا عندك مدرسه الحب يعني قليله من الفنانين الكبار اللي غنوها. اي ما تقدر تغنيها. صعبه يعني جدا. ايش قد حاولت؟ ما قدرت. صح. ما قدرت. هاي البارحه بالحلم صار لي سنتين انا اقرا بيها. يابا. وبعدني ما ضابط ولا حد الان اقول لا بعدني. أها. ما اوصله. يعني هذاك فنان. نعم. قيصر الغناء العربي. فأحاول يعني أحفظ الأغاني التراثية تجي بصوتي أكثر. طيب الأغاني الحديثة تغنيها أنت بالوقت الحالي؟ نعم. لغرض الشهرة أو لكسب الجمهور؟ سؤال. لأن إحنا اثنيناتهم يعني هسه أنت تغني اللون التراثي واللون الغنائي الحديث. نعم. نحس إحنا كمتلقين هسه أنا كمستمع عندما تغني التراث استمع واستمتع بابيات شعريه حلوه. عندما استمع للاغاني الحديثه فقط ايقاع بغض النظر عن المغني سواء كان صوته خامه جميله او فقط اللي شاع علينا بالاغنيه العراقيه للاسف بالوقت الحالي انه عندما وصلنا للقمه بالتسعينات بالاغاني اللي نعتبرها حاليا تراثيه بدا النزول تدريجيا سنه بعد سنه الى ان وصل بينا الحال للاغاني بهذا الزمن المستوى. اللي نقول بها راحت الاغاني زمن الجيل الطيبين مثل ما نقول. نعم. بها مثلا بس مياو هذه اغنيه ما اعرف كيف كلمات تخرج للاعلام. انا ما ادري يعني انا امين يعني صراحه كل ما اغني اغنيه يقول لا اغني الاغاني هسه يعني اسالك كفنان تغني الوقت الحالي ليش تغني الحديث وانت على يقين انه التراث هي الغناء الحديث مو غناء؟ زين انا اغني اغنيه التراث اي بس مو مالتي ما راح اشتهر بيها. صح. الشاعر اللي يكتب لي اياها راح يكتب لي اغاني حديثه. يعني انت كتبوا لك اغاني حديثه؟ اي كتبوا لي اغاني حديثه ما عجبتني. ما عجبتك؟ اريد اغاني بالفصحى. بالفصحى. وهذا الشخص نادر. حلو. اي وهذا نادر ما يكتب لي الشخص الفصحى. نعم. فماكو فمجبور اغني الاغاني الحديثه. حلو. زين انت تتمرن بينك وبين نفسك تسوي تمارين للحنجره لا؟ اي اكيد اكيد وداري صوتي. وداري صوتي. أي. بشرب زيت الزيتون. اها. واليانسون. ما شاء الله. هذني ضروريات. اها. والتدخين شوي واحد لازم يقلله. ما شاء الله عليك. والتدخين مضر والله بس شو تسوي؟ اي المشكله. ابتلاء. ابتلاء التدخين. ايش راح تسمعنا يا حسن زنقنة؟ اسمعك للفنان هذا الجديد الفنان. اي. كرار الجابري. كرار الجابري؟ هذا مغني عراقي؟ مغني عراقي من اهل البصره. والنعم والنعم. من اهل البصره تحياتنا. تحياتنا للفيحاء واهلها الكرام والله. يقول أحسك أنت عالم ثاني عالم بي أنت واني ما أنساك لا تنساني يا غالي مفصل علي حبك يلتراملي أنت وحدك ما أفكر أحبا بعدك يا غالي ما تنقص معستك بيا خليتك نفس بالرية أحبك حيل فوق شوية أنت النفس بس مالي تتبعد أحسك يمي تتقرب تبعد همي الكلك تعيش بدمي أنت النفس بس مالي
حبك ولا مقسوم يا غيمة تمطر ذوق نياله قلبي بيك انت أرق مخلوق شديت حبك شد مثل الورد بالخد ما ينطفي حبك باقي يتمدد. الله 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 وان شاء الله بابداعك تبقى تتمدد ونشوفك ابعد وابعد بهذا المستوى تعيش وتسلم. نعود للشاعر امير العبيدي حياك الله مره ثانيه. انت ما شاء الله تكتب من مده طويله. ودي اسالك عن مهرجانات كركوك. نعم تحصل بها امسيات مهرجانات موجود. شوف كركوك جميع النواحي منظومه اعلاميا من جميع النواحي من ناحيه الشعر او النشاطات الاعلاميه. نعم من كل النواحي كركوك منظومه اعلاميا ومع الاسف. نعم وانت من خلال مناشدتك بدايه الحلقه انه توجه من خلال على كركوك انه فيها خامات والله كلكم مبدعين فيها مواهب. بالنسبة للأمسيات موجودة أمسيات شعرية موجودة مهرجانات والولد هنا الحمد لله ما مقصرين كلهم وعليهم زود والشعراء ما شاء الله متعاونين فيما بينكم أكيد كشعراء. أكيد أكيد كلها متعاونة الموجودين الولد وما شاء الله ما مقصرين وكلهم حلوين. طيب حلوين. أمير أنا ودي أسألك وأتعمق بموضوع الشعر أكثر وأكثر قبل ما نسمع من عندك أبيات. نعم أنت شاعر ونعم أبيات القصائد تكتبها تحس بيها وتحبها بس لابد أن تكون إليك مثلا شاعر عراقي على مستوى العراق آثرت بيك أبياته الشعرية أكيد. فمن من الشعراء العراقيين قريبين إلى قلبك بشكل عام من الشعراء النجوم العراقيين الكبار؟ والله هم كلهم ما عليهم زود بس لكل شاعر له ولون يسمع. إيه أنا أسمع دائماً أسمع جبار رشيد. جبار رشيد وأسمع عريان. عريان السيد خلاف رحمه أيوه. الله. فشعراء كثيرين. ما تأثرت حمزة الحلفي. حمزة الحلفي. حمزة الحلفي تحياتنا له. يعني ف كلهم قلت لك حلوين يعني ما تقدر إنه تتأثر بواحد. نعم. لأن واحد أحلى من واحد. طيب. في محافظة كركوك زملائك أيضاً شعراء وأصدقائك وربعك وأحبائك. فايضا مثلا قاعدين بقعده وصارت الجلسه الشعريه مال الامسيات ومال تعلوله فاريد اقرب شاعر شعريا تحس ابياته قريبه منك من محافظه كركوك. هنا راح تسبب لي مشكله. هم كلهم مبدعين. هم كلهم مبدعين وكلهم وكلهم اسال اي شاعر اسال اي شاعر يقول لك انا قريب الي شعريا اكيد فلان هذا اللون احسه راهم القلب. صح صح اي فاني تقدر تقول اثنين اللي انا اشوفهم اثنين قريبين يعني اي ودائما احب اسمعهم يعني هسه هم ربعي يمكن نشاف انا وياهم. نعم نشاف نقعد ونسولف ونطلع ها بس من يرجع انا اروح على اليوتيوب اظل استمع له اشوف اقرا له اقرا قصايده واشوف قصايده على اليوتيوب اللي موجوده. نعم يعني مهند الطيب شاعر حلو تحياتنا مرتب اي والله وعندك اخوي وصديقي ومعالي زود الشاعر حارث الياسر تحياتنا الى ابو وطن ابو وطن الغالي يعني فتشي خبره ما شاء الله ما شاء الله وكثير الموجودين معاليهم زود من وبيهم البركه سيف الجسام حيدر حسوني البقيه كلهم سامة طلال وكلهم مبدعين معاليهم زود الشاعر الإبداع ولهذا كان أول توجهنا في محافظاتنا العراقية هي أن نزوركم شاشة قناة سامطلال في برنامج خيمة وقصيد حتى نغطي هذه الإبداع إن شاء الله من جنابكم ومن شعرائنا الأعزاء. قبل الختام إيش راح تسمعنا؟ شو تحب أسمعك؟ والله من نعب أنت كريم وإحنا الساحل والمشاهدين بانتظارك. والله نسمعكم غزل نختم به وإذا تريدون زهيري ما عندي يلا مشكلة. غزل والزهيري نختم ما عندي مشكلة هي. يقول قلب حبك والعشق مو بيدي لا والله مو بيدك قلب حبك والعشق مو بيدي وليلي يخلص بحسرة وبتنهيدي وانت تدرين اللي يحب لازم يصون وانا حبيتك وعشق عبيدي واني ناويلك عرس مثل الملوك وناوي زفة وصفقة ويدش بيدي بلشن الله وقسمتك يم تصير ناذر اجيكم ركض هادي لزيجي كون ابوك يوافق وعمي يصير أمك مبارك تقول وليدي هي هاي الأمنية ويا رب تصير
بزود افوت وحلقه جايب بيدي، انت حسنك كارثه وطولك عذاب، والجمال البيج بلو مشكله، راح احطك وسط روحي مو ببيت، شيخه وسط قلبي دوم مدلله، يقول شرده وصف حسنك ونسبه غلاك، يا بعد قلبه وغلايه وكل هلا، يا بعد قلبه وغلايه وكل هلا، ويوم المشيت وغفل والحال صار بهدم، يوم المشيت وغفل والحال صار بهدم، ودموع فوق الوجن دوم العيون تهدم. يقول مجنون حالي صفوه، امشق وشق امشي وشق بالهدم، مجنون حالي صفوه امشي وشق بالهدم، من شاف وضع صفوه انهمل دموعه وعن، ارقب دروبك اظل وجدوم يصوبك يعن، يا قلب بعد يا قلب بعد الولف، يا قلب بعد الولف يحرم تبطل العن، والعمر بعد المشي يجعل عساه بهدم. يقول اتشانا وسند للعسر شو مشى ودعوني، اتشانا وسند للعسر شو مشى ودعوني، مثل الاتراب الدرب يا حيف ادعوني. يقول وريت روح وعند نذلين ودعوني، ومن يوم شال النعش والدمع بيعيدي، وعيدي جروحك علي يا دنيتي عيدي. يقول انت فرفح وطير وشوف ومعيدي، يقول راحه وخلوا دليل بنار وادعوني، راحه وخلوا دليل الله بنار وادعوني. الله سالم قلبك وصح عليك زود، عليك زود الغالي، عليك زود، وان شاء الله تمناك الموفقيه ان شاء الله يا رب العالمين، موفق بهذا المجال، ما قصرت، كنت مبدع. شكرا لك، الله يحفظك. شكرا لك والقناة سامراء والكادركم، تجشمتوا عناء السفر، الله يسلمك، يا شكير الهلا بين والله، ما عليكم زود، كفو منك، كفو منك ابو شكري الغالي الاستاذ محمود، الله يخليك، والولد الجنود المجهولين خلف الكواليس، تحياتنا لكم والله، ابطال ابطال، ان شاء الله نورتونا، ان شاء الله هاي مو بدايه، ان شاء الله تكون هذه بدايه التواصل، ان شاء الله التواصل مستمر، كثير الهلا بكم بين هيك مناسبه، الله يحفظك عز الله، وان شاء الله نلتقي بكم بهذا البرنامج مره ثانيه وبالقريب العاجل ان شاء الله، تعيش يا اخونا الشاعر امير العبيدي. ننتقل في مسك الختام لاخونا الفنان حسن زنقنا، كنت مبدع ومتألق، وحقيقة كنت فاكهة الجلسة بتجميل هذه الأمسية بأصوات غنائية جميلة وبألوان متعددة، فأتمنى لك موفقية إن شاء الله جميع إن شاء الله. وش راح تسمعنا في مسك الختام؟ في مسك الختام إن شاء الله نسمعك الأغنية لحسين الجسمي. أها. نسينا الراحة من يوم، من يوم الفقدناك، ونسينا رواحنا بس ما نسيناك، إيه نسينا، نسينا الراحة من يوم، من يوم الفقدناك، ونسينا رواحنا بس ما نسيناك، رحت كل خير كل راح وياك، عرفنا بقيمتك لما خسرناك، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، اجي الليل شي خلص الليل، راح اسهر ودمعي يسيل، جاري من الونين يشيل، اجي الليل شي خلص الليل، راح اسهر ودمعي يسيل، جار من الونين يشيل، يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا، يا ليل شبي ما نامه، وصب دموع قدامه، علي شاد حزامه، نجمة غازل النجمة على قلبي وكثر همه، شو وقت تقضين يا الظلمة وعلي جروحي ملتمة ملتمة، اي والله علي جروحي ملتمة. الله يحفظك ان شاء الله اخونا العزيز، الله يخليك، كل الشكر لك واخونا امير العبيدي، الله يحفظك، كنت ضيف والكادر المصور من الله يحفظك جنود، تعيش وتسلم، بارك الله فيك بهذه الكلمات الجميلة. نصل وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لا يسعني إلا أن أقدم شكري لراعي هذا المضيف الشيخ زياد والأخوة اللي شرفونا بتواجدهم، الشاعر أمير العبيدي والفنان حسن زنقنا، تقبلوا تحيات كادر العمل، وأنا محدثكم محمود الدهيمة، نلقاكم الأسبوع المقبل من أرض كركوك التآخي،
دمتم بحفظ الله والله خير الحافظين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.